فئة كبيرة في المجتمع ولهم حقوق وتقع على عاتق الدولة مسؤوليات جمة تجاههم. تشكل فئة ذوي الإعاقة نسبة كبيرة من المجتمع الليبي، ولهم حق في الوصول الميسر والسهل للاستحقاق الانتخابي المقبل والمشاركة الفاعلة فيه. ومن هذا المنطلق نظمت مجموعة منظمات من عدة مدن ليبية فعاليات بغابة جودايم بعنوان السهولة والتيسير لطرح الإشكالية. فلا بد على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا جزء من أي استراتيجية يعني توضع لهذه الدولة، وهذا ما يتماشى ويتحقق مع أهداف التنمية والاستدامة اللي هو 2030 بحق المساواة أو إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم إسوة بالآخرين على قدم المساواة دون تمييز. ومن حق الجميع المساواة في التصويت والمشاركة السياسية وحق تغيير المصير. إذ جاء ذلك في الإعلان الدستوري الذي يكفل حق المواطنين في المساواة دون تمييز على أساس ديني أو على أساس الإعاقة أو على أساس عرقي. فعاليات طرحت الإشكاليات ووضعت التصورات للوصول إلى استحقاق يضم كافة شرائح المجتمع لإعطاء الفرصة كاملة لخوض غمار التجربة بنجاح وليطال هذا الحق الجميع. ومن شأن هذه الفعاليات بحضورها الواسع أن تسهم في مراعاة هذه الفئة وإعطائها ما تيسر من حقوق واجبة.